بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء الشكر الموصول لجريدة سكوت ماروك التي دائما موجودة معنا ودائما في تغطية جميع الأحداث سواء وطنية أو محلية. اليوم نحن كمهنيين وكجمعية الشاوية لسيارة أجرة بخليم سطات لا يسعنا إلا أن نخاطب المسلسل الفخر والاعتزاز نتيجة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على جميع أراضيه المغربية، وكذلك نشيد بالتوجهات الملكية التي كانت سببا حقيقيا في تتويج هذا الاعتراف. نؤكد بأن المهنيين اليوم يد واحدة وقلب واحد وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم لا يسعنا إلا أن نقوم بهذه المسيرة الوطنية التي نعتبرها ملحمة ونعتبرها افتخار بإقليم سطات للتعبير عن آرائنا وللتعبير عن انخراطنا في هذا المسلسل الديمقراطي، هذا المسلسل الإيجابي الذي جاء باعترافات الأمريكا وكذلك مجموعة من الدول لسيادة المغرب على جميع أراضيه. وتحية نضالية لكل المهنيين الذين حجوا وأبوا إلا أن يلبوا هذه الدعوة وينخرطوا في هذا النداء، فتحية لهم جميعا وتحية كذلك كل من ساهم من قريب وبعيد. كما نسجل بكل ارتياح تشبث المهنيين بأهداب العرش العلوي، وكذلك نشكر جميع من ساهم معنا في إنجاح هذه الملحمة وفي إنجاح هذه المسيرة سواء على مستوى السلطات الإقليمية أو على مستوى السلطات الأمنية أو القوات المساعدة، وكذلك جميع المهنيين جزاهم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعية المغربية لأرباب وثائقي سيادة الأجرة بالبروج تحت عنوان اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية تجسيد للشرعية الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعتري المغاربة قاطبة من طنجة إلى القويرة إحساس بالفخر والاعتزاز لما حققه ويحققه المغرب من انتصارات باهرة في كل المجالات تحت القيادة الحكيمة لحامي الوطن والدين المدافع عن استقلال المغرب الملك محمد السادس نصره الله، والذي أظهر للعالم أجمع حنكته وتبصره في التعامل مع كل القضايا التي تهم رعاياه الأوفياء في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق في الدود على كل شبر من التراب المغربي. هذه المسيرة ضمنها كنشجعوا هذه المبادرة ديال سيدنا، وحنا مع الشرعية الدولية على الصحراء المغربية.